حزام المالكي، عضو المكتب المركزي الوداديه الحسنيه للقضاة، نائب الكاتب العام بها. تأتي زيارة أعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة للمعرض الدولي للنشر والكتاب في إطار انفتاح الودادية على محيطها، وتجاوبا كذلك مع مبادرات المؤسسات المشرفة على القطاع. زيارة أعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة أتاحت الفرصة للإطلاع على مختلف إصدارات القضائية والقانونية لقضاة المملكة الشريفة، بالإضافة إلى إصدارات كذلك فنية وأدبية وشعرية. إذن من هذا المنطلق نتقدم بالشكر الجزيل للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لإتاحة هذه الفرصة من أجل الاقتراب أكثر من هذه الإصدارات وتقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الهادفة إلى تطوير الأداء والرفع من النجاعة القضائية. وشكرا جزيلا. رشيدة حليمي، الوكيلة العامة لمحكمة السنف التجارية بفاس. اليوم في هذا اليوم المبارك كوداد حسين القضاة ممثلة في أعضاء مكتبها المركزي رئيسا وأعضاء، كان لنا الشرف أن نقوم بهذه البادرة الهامة لزيارة رواق رئاسة النيابة العامة في المعرض الدولي للكتاب. حقيقة أن رئاسة النيابة العامة بصفتها رئاسة نيابة عامة مواطنة في إطار انفتاحها على المجتمع، وخصت هذا الرواق من أجل التواصل مع النخب المثقفة، مع الطلبة، مع التلاميذ، بحيث أن هذه السنة كباقي السنوات عرف هذا الرواق مناقشة واحد مجموعة المواضيع اللي هي جد هامة اللي بطبيعة الحال استفد منها المواطن. وانسجاما مع توجهات رئاسة النيابة العامة قرر المكتب المركزي القيام بهذه الزيارة ليتفاعل مع ما تصب إليه رئاسة النيابة العامة تكريسا للتوجهات التي تنهجها رئاسة النيابة العامة في الانفتاح على المواطن، في التعريف بتخصصاتها، في معالجة مجموعة من المواضيع التي تهم المواطنين، والكل بطبيعة الحال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. في إطار انفتاح الودادية الحسنية للقضاة كجمعية مهنية على المؤسسات المشرفة على قطاع العدل، تقوم اليوم برئاسة السيدة رئيس الودادية والسيد الكاتب العام السيدة أمينة المال والسيد نائب أمين المال ورئيس شعبة التواصل وباقي أعضاء المكتب المركزي بزيارة إلى رواق وزارة العدل للاطلاع على الإصدارات التي تصدرها وزارة العدل بخصوص ما يتعلق بالتشريع وما يتعلق بالتطبيقات التي تقوم ببرمجتها، تطبيقات الاطلاع على الملفات بالمحاكم كبوابات محاكم، وكذلك للاطلاع على ما تقوم به وزارة العدل من مستجدات جديدة في إطار صقل الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين. وفي هذا الإطار فإننا نشكر السيد وزير العدل باعتبار وزارة العدل لا زالت مشرفة على ما يتعلق بالجانب الإداري للموظفين وبالجانب اللوجستيكي على المجهودات التي تقوم بها من أجل توفير المناخ الملائم للقضاة لإصدار الأحكام وللقيام بالمهام المنوطة بهم في أجواء ملائمة من خلال المحاكم الجديدة التي أصبحت تتوفر على جميع المعايير للمحاكم الدولية.
وفي هذا الإطار فإننا ننوه بعمل وزارة العدل وبمواكبتها للعمل القضائي فيما يخص العلاقة بين المجلس على السلطة القضائية ووزارة العدل، والكل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياده.